وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم من السودان سيقول: ما حكم الصلاة خلف من يسبل ثوبه؟ الصلاة خلف من يسبل الثوب صحيحة، ولكن هو عليه إثم إسبال الثوب، لأن ورد فيه الوعيد الشديد: ما أسفل الكعبين من إزار في النار، وثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلم ولا يزكي ولهم عذاب أليم. المسبل سواء كان بقصد أو بغير قصد الرياء، بل لو كان مع الرياء والعياذ بالله لا ينظر الله إلى من جرى ثوبه خيلاء، فالإسبال كله محرم برياء أو بغير نية رياء. فإن وجدتم إماما أفضل منه وعلى السنة لا يأخذ من اللحية، كما سأل السائل: هل من قص لحيته وقام بتخفيفها داخل في الوعيد؟ نعم نعم، لأن النبي نهى عن حلق اللحية، فحلق اللحية حرام، والأخذ منها إثم والعياذ بالله. فهذا لو وجد من هو أفضل منه يصلى خلفه، ولو أيضا استطعتم أن تكتبوا للجهات الرسمية لكي يعني يزيلوه ويغيروه كان ذلك أفضل، وإن قمتم بمناصحته وتبيين الأمر له بالموعظة الحسنة والتوجيه لعله أن يستجيب، وأيضا أن يترك هذا الإثم العظيم، ولا سيما الإمام قدوة لمن وراءه، الإمام قدوة والناس تقتدي به. وجعلنا للمتقين إماما. فنسأل الله أن يصلح حال المسلمين في كل مكان، يتقبل منا ومنكم، صلى الله عليه وسلم.